بيخفي وراه عصبيه كبيره وراه شويه عصبيه بس مش عصبيه كبيره يعني وشخصيتها العقله احيانا بتخونها لما بتعاند لا انا عنيده جدا ملهاش علاقه ب... يعني بشخصيتي الهاديه انا بشوف ان ده حاجه وده حاجه رغم خوفها على حياتها الشخصيه من الصحافه غصب عنها المستور بينكشف اكيد ضد رغبتي انا ما بحبش ان الصحافه تهتم بحياتي الخاصه الحقيقه شيء بيزعجني ورغم ان صراعاتها قليله لا انا دخلت صراعات كتير في حياتي مش قليله <applause> الا ان القليل ده خد جزء كبير من حياتها اتعلمت منها ما استهلكتش ولا حاجه يعني كانت وقتها بتستهلكني او بس بتعلم منها مساء الخير اعزائي المشاهدين اقدم لكم الاعلاميه منى عبد الوهاب والنجمه انغام مطربة أنغام أهلا بيكي أهلا بيكي يا مون. نورتي حلبة مصارحة <applause> ميرسي منورة بيكي <applause> الوشوش اللي قدامنا كل وش فيها بيحمل صفات مصارع أنغام صراعاتها القليلة بس كبيرة بتبقى مين لما تصارع مين من دول؟ <تصفيق> <تصفيق> أه... القائد القائد أنا قعدت أفكر وجه طفولي ولا عديم الخبرة؟ عشان في بينهم صفات مشتركة. مم. مم. عديم الخبرة بيكرر أغلاطه. امم. الوجه الطفولي كمان بيبان هادي بيبان آه. راسي. آه. بس هو مش كده. <applause> مين الأقرب لك أنت شايفة؟ آه. ولا الاثنين لا يمكن الوجه الطفولي قوي. انا كمان كنت شايفه انه الاقرب هنشوف <applause> انغام قائد ولا وجه طفولي في الجوله الاولى <applause> هنم هنبدا الجوله الاولى ببروفايل ليكي المشوار الفني 26 سنه عدد الالبومات 24 عدد الحفلات في السنه من 2 ل 3 في مصر ومن 4 ل 5 خارج مصر عدد المسلسلات 1 عدد المسرحيات 2 اكثر من 2 مليون و300 الف متابع على الفيسبوك اكتر من 389 الف متابع على تويتر واكتر من 260 الف متابع على إنستجرام طبعا ما شاء الله آه تاريخ فني آه في غنى عن ان احنا نتكلم عنه تاريخك الفني صراعاتك آه فيه ما كانتش كتيره قوي بس صراعاتك القليله زي ما قلتلك في الاول كبيره قوي او بتكبر قوي ليه يمكن لندرتها او غرابتها يعني شويه كان عندي شويه صراعات زمان غريبه يعني تقدري تقولي ان انا انها اقتحمتني مش انا يعني ما كنت ما كانتش ما بمزاجي يعني ممكن نقول لتلقائيتك؟ لا مش كلها كانت لتلقائيتي بالعكس انا يعني أنا بشوف إن تلقائيتي دي ممكن تكون يعني من أحسن الحاجات هي فيه ميزة يعني بس ممكن يكون الصراعات اللي بتيجي من وراها آه هي اللي مش ميزة بس هي التلقائية طبعاً ميزة أكيد أنا من أكيد أسباب اختياري لوجه طفولي هو ده كان تلقائيتك وردود فعلك و وأنا أحب إن أنا الحقيقة أفضل كده يعني أنا ما أتمناش إن ربنا يحرمني من النعمة دي لأنه آه أنا بشوف إنه الإنسان اللي بيعيش على طبيعته بيعبر بيعرف يعبر او بيقدر يقول اللي هو حاسه فعلا ده مرتاح من جوه اكتر من من اي طبعاً حد تاني بيحاول هو سعيد بنفسه حتى لو الناس مش سعداء بيه صحيح الصراحه في حياه انغام آه ليها ليها مكان كبير ليها مكان كبير طالما انها ما بتضرش حد يعني طول ما انا صراحتي ما بتاذيش حد انا احب ان انا اكون صريحه هنبدا دلوقتي الوجه والوجه الاخر شفنا وسمعنا البيان اللي اصدره محاميكي الاستاذ حسام الصنهوري وقال فيه الفنانه انغام بيهمها اختار جمهورها بحقيقه الامر ان هذه العلاقه الرسميه الشرعيه قد انتهت بالفعل اعتبارا من تاريخ 8 واحد 2012 باشهار الطلاق الرسمي آه ايه اللي يخلي نجمين بحجم انغام واحمد عز يخفوا خبر جوازهم؟ مين قال انه كان مخفي؟ هو كان اهلي كانوا عارفين واصدقائي كانوا عارفين لا كان مخفي عن الجماهير عن, عن, الناس بالعكس عن الاعلام بس ونفتوه انت نفيتيه وهو مم. نفاه اوقات بتضطري بت بت تعملي حاجز عن حياتك الشخصيه عن الاعلام علشان الامور ما تاخدش يعني أو ما يدوش لنفسهم الحق أكتر من اللازم لأنك لو فتحتي للإعلام في بعض الأمور الشخصية ما بيبقاش فيه بعد كده حدود وأنا شايفة أنه المطلوب مني كإنسان يعني عملته يعني أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله برضا عائلتي وأولادي رعاية ربنا في العلاقة و... وانتهت في الوقت اللي انتهت فيه ومفيش حد يقدر يحاسبني انتي ما كتبتيش في الجرايد والمجلات ليه؟ لا حتى مش كده احنا فيه. مش بنحاسبك طبعا في كل الاحوال مم. محدش من حقه يحاسبك آه. 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 بس يعني آه. احنا بنسال يعني هي انا يعني مثلا يعني شفتك يعني حرية شخصية حتى لو انا والله سالوني والله انت متجوزة ولا انا قلت لا والله مش متجوزة انا حر مم. يعني الناس انت سالتي يحر. بشكل مباشر مع الاعلامي معتز دمرداش رديتي وقلتي انه دي سميتيها شائعه وقلتي اتقوا ربنا في اللي بتقولوه. والله شوفي أنا مش فاكرة أن معتز بالتحديد كلمني مش فاكرة آه يعني ده إعلامي محترم جدا وأنا بقى بقى بحترمه أنا الحقيقة مش فاكرة مين اللي سألني السؤال أو الإجابة دي إذا كنت قلتها بالتحديد أو لا بس هو آه زي ما قلت لك أنا كان في ظرف في حياتي بمر بيه أنا مش عايزة الإعلام يعرفه يكفيني أن أهلي جيراني ولادي عارفين انا مش عايزه ادخل الاعلام في حياتي بتصدقي انغام انه الصحافه والاعلام ما بيعرفوش هو حتى لو عرف ولقى مني ان انا مش عايزه اقول المفروض أنه يحترم مش عايزه اقول إرادتي ولا بنفي او بنفي ما هي في الحالتين انا مش عايزه اقول مم. بس ده زواج والاصل في في الزواج الاشهار سبحان الله هو العقد الجواز ده مش اشهار هو اهلي مم. مش اشهار أصدقائي مش إشهار هو العروسة اللي بتتجوز في أي أوتيل دلوقتي حالًا وأنا أنا وأنت قاعدين مع بعض بتنزل في الجرايد ومجلات إنها <applause> يعني مم. ده ده الكلام ده عشان أنا أنغام إنما مم. أنا لو إنسان عادي أنا مش مضطرة أقول في التلفزيون يتصلوا بيا يقولوا لي أنت اتجوزتي فلان أقول لهم اه أنا مش مضطرة خالص يعني أنا أرجو إن في في اللحظة دي إنك تعمليني <applause> ما كإنسان ما عادي ما كانش ما كانش بيفرق معاكي في وقت إنه الناس مثلًا اللي بتتكلم عن علاقة ما بين الطرفين يفكروا انها ايه؟ علاقة ايه ان انه لا إنو في علاقه طبعا بين احمد عز وانغام لا انه في جواز مش في علاقه وقتها إن في انت جواز. كنت بتنفي الجواز لما بتتسألي كنت بتقولي انه لا وانه علشان حضر حفلي في حرة. انا حره <applause> انا حره ما انا بسألك ما انا برد عليكي بقولك انا بنفي انا حره ايوه ما انا بسألك عن اسبابك إنتي في مصارحه حبيبتي انا حره ما هو ده سبب في حد ذاته انا حره انا عندي ظروف أنا مش عايزة أقول، أنا عايزة أدي نفسي وقت أدخل آه 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 الإعلام أو ما دخلوش في حياتي الخاصة، دي حاجة بتاعتي شفنا وسمعنا بيان آه لأحمد عز قال فى إخفاء الزواج كان علشان حضانتك لأولادك مش حقيقي إن حق إنهم يفضلوا معاكي، ده كلام طلع منه بالفعل ما أعرفش إذا كان طلع منه ولا لأ لأنه برضو خدي بالك أنا ما أقدرش أحكم أقول أه هو طلع منه آه هو الكلام ده هو بيان نشر وبيان اتنشر بيان على ما اعرفش ما عنديش مم. فكره بس هو كلام مش حقيقي طبعا لانه آه انا ولادي في حضانتي بحكم القانون مش مضطره ان انا ما آه اتجوزش آه آه مثلا او اعلن جوازي آه او او اخفيه علشان ولادي خالص خالص مم. لا لا خالص هو قال في البيان انه في مشاكل بينك وبين آه والده زوجك السابق وانه لو اتجوزتي هيبقى في مشاكل مش حقيقي انه من حقها تاخد الاولاد لا, لا الأولى. مش حقيقي واسالي اي محامي في الكلام ده هيقول لك ان الكلام ده غلط هم. مش يعني الزوجه او الطليقه اذا تزوجت ما بتفقدش حضانتها لا 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 طالما امك موجوده وده في القانون ما هم. تفقديش طبعا حضانه ابنك هو عامه ده ده طبعا الكلام ده البيان اللي اتنشر عنه هو سمعنا انه شهر عسلكم كان بدايته عمره انا شايفه ان الموضوع ده مش عايزه تكلمي في الموضوع آه ده طب ليه ما بتقوليش من, من الاول مش عايزه اتكلم علشان احترمت رغبتك في انك سالتيني الاسئله دي بس ما نطولش اكتر من كده يعني وابتدئتي تخشي بقى في خصوصيات خلاص البرنامج كلمتي مصارحه حبيبتي انت اتكلمتي في موضوع وصل للناس وخرج بره ارادتي خرج مش بارادتي للناس لظروف خاصه بيه هو اضطريتي بفوات معين الناس كانت متخيله انه العلاقه لسه مستمره واحنا لسه متجوزين فانا يعني وقفت الموضوع عند حده ووضحت انه يا جماعه كان في جواز وخلص عشان طلعوني في صراع طلعوني بره الموضوع ده ما ما فيش ذنب في الموضوع يعني الجواز مش ذنب اتحطيتي في صراع بدون ذنب انه اسمي اسمي ما انا, بحبش أنا ما بحبش للناس حاجه ما كنتيش عايزه تطلعيها انا ما بحبش اسمي حاجه مش عايزه تقوليها انا ما بحبش اسمي يستغل في الفلفل والشطه والحاجات دي انا ماليش علاقه هو انت هنا بتردي على الفلفل والشطه هنا اسمك مش بيستغل في فلفل وشطه خالص <applause> الفلفل والشطه هي في الصحافه آه وفي بزاق. النشر وفي اللي آه. عن الموضوع انا بوضح ليه انا نزلت بيان علشان اوقف عشان يخرجوني بره الموضوع طلعوا اسمي من الاخبار ومن المشاكل ومن القضايا انا ست خلصت علاقتي بهذا الرجل فمن فضلكم يعني احتراما ليا ولخصوصياتي ولاولادي ولعائلتي طلعوا اسمي ما تقرنوش اسمي بقضايا انا ماليش علاقه في حوار مع منى الشاذلي قلت لها فيه اه انا ما بحبش اعيش كذبه وابص لنفسي في المرايه فاتكسف. اعيش كدبة أعيش كده, كده ده أيوه. يعني معنى اعيش كدبه من وجهه نظرك ايه هو لا بسالك انت قلتي م. كده قلتي آه. انا ما احبش اعيش كدبه ولما ابص لنفسي في المرايه اتكسف م. اكيد قلتي ده صحيح كمان قلتي ان انت ب... ما بتحبيش تسمي او رفضتي ان انت تطلقي على آه زواجاتك السابقه ان هي تجارب عاطفيه فاشله رفضتي صحيح. تسميها ده ليه صحيح لانها ناجحه الحقيقه لانها جابت ولاد يعني ما ينفعش اسمي جوازي الاولاني والثاني بالفاشل وانا عندي ذريه صالحه الحمد لله من الجوازتين هم بس ده العلاقه العاطفيه العلاقه العاطفيه ممكن تخلص مش تفشل تخلص ما تقدريش تكملي مع الزوج بس في الاخر في بينكم صله صله مش قليله في اولاد و.. ولازم يكون في احترام لل... حتى ولو للعشره الصغيره اللي قضيناها مع بعض وللولاد طبعا <تصفيق> 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 قلتي انه دايما في في علاقاتك في البدايه وقت الحب بيبقى فيه شوق كبير لهيكي بعد ما بتتجوزي بتحسي انك بتغرقي لا ما قلتش الكلام ده ما قلتيش ده لا لا ما قلتوش مش الفاظي حتى يعني ما قلتش حاجه شبه كده ابدا لا <applause> مش فاكره ان انا قلت حاجه زي دي يعني لا انت قلتي ده في حوار مع شو. انا قلت, قلت علىيه كتير موهبة. انا قلت كده شو قلتي شوق لهيني يبقى شو في شوق لهيني في بدايه العلاقه مش بعد ما بتجوز بفتره ببتدي احس اني بغرق لا 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 قلتي ان الخطوبه شيء جميل وان انت بتعتقدي في الاول ان الحب هيخليكي تقدري تتجاوزي آه. اي حاجه بس ده وكل اي حاجه, حاجة يعني بس كل كده يعني لما بتتجوزي بتحسي انك بتغرقي بعد فتره على حسب او شكل اللي بيغرق على حسب شكل العيشه اللي عشتيها يعني اكيد في ظروف ممكن تكون حسستك انك بتغرقي بس انا مش فاكره السؤال اللي اتسالني <applause> <applause> الحقيقه كانت صيغه السؤال, السؤال ايه اللي خلتني ارد بال 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 بالمعنى اللي بتقوليه لان الحقيقه مش فاكراه يعني سمعتك بتقولي ما بتخافيش من الوحده ولا الفقر بس بتخافي من المرض بتالي اه ممكن يعني يبقى شعور طبيعي انه اي حد يخاف من المرض لانه المرض مش سهل يعني عدم خوف انغام من الوحده مم. كان واحد من اسباب ان هي تكون آه قلبها ميت آه في صراعاتها العائليه لا انا قلبي مش ميت خالص قلبك مش ميت لا, لا. في صراعاتك العائليه لا 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 تحديدا لا 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 اطلاقا لا اطلاقا بالعكس مشاكلك مع عيلتك استمرت سنين أنا ما عنديش مشاكل و... مع عيلتي <applause> عمري ما كان عندي مشاكل سنين. مع عيلتي استمرت كان في مشاكل واستمرت كان عندي مشاكل مع والدي مش مع عيلتي لسه احنا شفنا من فترة حلقة آه في برنامج ريهام سعيد كانت مستضيفة فيها آه. آه أخوكي آه. أخويا آه آه غير الشقيق آه بالظبط آه آه المعاق اللي قال فيها إنك بترفضي تسعدي وشفنا بعدها تصريح من والدة غنوة أختك إن هي طلبت منك إن أنت تساعدي في علاجه وأنت رفضتي والله بقى وشوفي الأمور دي ده مش موت قلب مش قوة قلب يعني ده إذا كنت أنا عملت كده أنت يعني أنت أنت خلاص يعني صدقتي لا وأقريتي أنا بسألك, أنا بسألك. أنت صدقتي وأقريتي فبتوصيني دلوقتي شفنا. بموت نعم. القلب قوليلي مش هرد مش هرد على الكلام ده لو كان ليا مزاج ارد عليه كنت رديت عليه في حينه امم ما بردش على الحاجات اللي من النوع ده الحقيقه خالص ليه ما بترديش انت بتقولي لي ما عندكيش مشاكل مع عيلتك ما عنديش مشاكل مع عيلتي حبيبتي اللي انت اتكلمتي عنهم دول مش يعتبروا لا 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 يعتبروا يعني عيلة يعني الاخوات اللي مش شقايق ما بيبقوش عيله لا شوفي هقول لك على حاجه اه احنا ما تربناش مع بعض ما عشناش مع بعض هم صحيح اسمهم على اسمي بس احنا تقريبا ما نعرفش بعض خدي بالك يعني مم. انا اعرف غين اختي فتره بسيطه في طفولتها بعد كده هي بقت عايشه مع امها معلش معلش انت فاهمه كويس قوي انه انت الاخ اللي بتعيشي معاه في البيت اللي هو ابن امك وابوكي بيبقى مختلف شويه عن الاخ اللي ممكن يكون انفصل بسبب علاقه زوجيه خلصت ما بين ابويا وامها مثلا مم. ف المشاكل اللي ممكن تحصل ما بينهم ممكن تبعد بينا كلنا او تخلينا ما نعرفش بعض انا يعني انا ما اديكيش اماره في صفات اختي او يعني اختي آه عامله ازاي يعني ممكن تحكي لي عنها حاجات انا ما اعرفهاش لو انت تعرفيها ممكن تحكي لي عنها حاجات انا ما اعرفهاش مش معشراها فاهمه ازاي؟ والافتراءات وال... بقى والكلام لسه كنت هسالك بقى... بقى يعني يعني ده كل واحد كل في الأعلام يقول... عنده كل حقيقي, ولا. حقيقي ولا مش حقيقي آه... الرد <applause> عنده هو عند ربنا هو, هو العالم بالله يعني بس هو ربنا لوحده هو نيش... آه بيعرف نوايا ما الناس ما يعني. مين يعرف ايه الحقيقه في الامور اللي زي دي انا بيهمني ربنا يكون عارف عني ايه مش الناس لا أنا ما حدش هيديني جايزة يعني <applause> لا هي مش موضوع جوايز على فكرة آه. عمري ما كان فنان لما بيرد على تساؤلات جمهوره في حاجة أو فنان بتتقال عنه حاجة وهو دلوقتي في مكان إنه يرد آه عليها في عمر ما كان رده للجايزة ولا للتصفيق يعني أنتِ بتكلميني في يعني. في أمور آه فيها جرح لمشاعر ناس أنا علشان أرد على اللي أنتِ بت بتكلميني فيه ده أو تسأليني بتسأليني فيه هخبط في ناس أنا مش عايزة تخبطي أنتِ ممكن تنفي ببساطة ممكن تقولي آه أنا طيب. عملت كده وأنا حرة وممكن تقولي لا ده مش حقيقي والاسباب ممكن تجرح حد فمش هقولها طيب ما انا بقول كده يعني طب ما انا بس مش هرد مش هرد يعني مش ه... مش مضطره ادافع عن نفسي بلاش مش هرد مش عايزه ادافع عن نفسي يا ستي ليه تدافعي عن نفسك وانا بتهمك انا بسالك اه طبعا ده اتهام انا بسالك في حاجات <applause> خرجت للاعلام انا مش بسالك يعني وانا بقول لك انا مش مضطره ارد على ده ومش مضطره ادافع عن نفسي سمعنا محسن جابر أه بيقول تمرد انغام على شركتي شيء طبيعي مم. طبعا هو قال بعد تمردها على والدها مم. انا سؤالي مم. ايه المشكله اللي حصلت بين محسن جابر وانغام آه المشكله كانت آه انه الاستاذ محسن ما ما التزمش بحاجات كتير في العقود اللي بيني وبينه او عقد الانتاج اللي بيني وبينه وحصل مني ان انا قعدت معاه واتكلمت معاه بود اكثر من مره وطلبت انه يلتزم بشويه حاجات في العقد وما كانش بيلتزم بيها وفي الاخر دخلنا محكمه يعني قدام بعض والقاضي حكم بانه فعلا العقد الست دي ليها حقوق في العقد لم تنفذ واخذ جزء من الشرط الجزائي وخلصت قسم خلصت الامور يعني وروتانا وتانا ما عنديش معاهم اي مشاكل. لا لا مش مشاكل اسباب انتهاء عقدك مع قلت انا وانك ما رجعتيش ما رجعتيش ما اتفقناش هو آه. اتقال ان هما طلبوا يخفضوا عقدك. ان انت رفضتيه وده كان سبب ممكن فسخ العقد وانه ما تجددش تاني. صحيح. ده صحيح. 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 سمعنا انك عملتي مشاكل كتير في مسلسل بغمضه عين. انا اللي عملت مشاكل كتير <تصفيق> <تصفيق> حصل مشاكل كتير طيب عشان ما تقوليش ما خلاص مشاكل خلاص شكلها لا هي كانت مشكله واحده و... ترتيب الاسماء اتتش ما كانتش الحقيقه مشكله يعني ليا يد فيها انا كان عقدي مكتوب كده انت كانت المشكله بس عشان يبقى واضح كانت م. المشكله انه ترتيب الاسماء بينك وبين الفنانه داليا البحيري على تتر المسلسل مظبوط وكان عقدك انت اللي بيتقال فيه ده اللي مذكور فيه ده مزبوط. انذار انا لما تعاقدت مع داليا احنا بنتكلم بروفيشنال يعني احنا بنحط على جنب العلاقات الصداقه الزماله اللي اللي ده على جنب بنتكلم بروفيشنال انا تعاقدت مع داليا تعاقدت مع نجام عادي أنا اللي عندي مفيش أي بلد اشترط فيه اسمها ختام. عقد داليا هو اللي كانت شرطة من الأول ومراتي اللي هي أنا الشركة عندي باسم مراتي والشريكة عمرو هم اللي مضوا عليها. مضوا عليها اللي داليا ده بقى أول اسم ده محمد الشقنقيري المنتج. محمد الشقنقيري ما كانش المنتج الوحيد في في المسلسل أو يعني ما كانش تقدري تقولي المنتج الحقيقي، هو مم. المنتج الحقيقي الأستاذ عمرو مكين هو قال إن مراته هي اللي وقعت معاكي العقد؟ أه الحقيقة أنا وقعت في وقعت نفس وقعت المؤتمر ده ال ال مم. الراجل اللي اتفق معايا أنا ما أعرفش المدام بتاعته خالص، أنا قابلتها يمكن مرة أو اتنين بس مين اللي بيوقع العقد أو الشخص اللي, اللي تعهد قدامي ومضى معايا اسمه الأستاذ عمرو مكين مم. اللي هو صاحب الشركه وهو المنتج اللي انا اتكلمت معاه المنتج اللي عرفه المنتج الفعلي اللي صرف فلوس على المسلسل ده طيب يعني انت ده كان مذكور بالفعل في عقدك انه اسمك هيكون في الاول سمعنا ان سبب زعلك من شيرين قبل ما تبقوا اصحاب من شيرين شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب قبل ما, ما تتصالحوا وتبقوا اصحاب وتبقوا بقى زي ما هي قالت كانت الاول بتخاف تدخل في حياتك بعدين بقت ممكن تدخل اوضتك وتصحيكي من آه. النوم وكذا. آه. سمعنا ان سبب زعلك منها قبل ما تتصالحوا كان لأنها صرحت في أحد لقاءاتها وقالت هي المطربة الأولى في مصر في الغنى دلوقتي. آه. أنا مش فاكرة حقيقة إن أنا في يوم من الأيام زعلت من شيرين أصلاً. عمري ما كان بينكم زعل؟ لا مش حقيقي. مش فاكرة. نسيتي طبعاً عشان قديم شوية؟ لا والله بس مش فاكره ان ده كان سبب انا فاكره ان يمكن مره شيرين هي اللي زعلت مني ان فهم فهم التصريح ليا غلط و... وبعد كده فهمت صح واتقابلنا في لبنان واتصالحنا و... وحتى كان وقتها دكتوره هاله سرحان و... وكان في ناس كتير ومحمد مصطفى كان يعني حريصين على انه يدوبوا ال البرود اللي في العلاقه ده وانا شيرين بعتبرها اختي الصغيره ومش فاكره الحقيقه ان انا فرحان صلحتكم على بعض آه صحيح بمجرد. ومش فاكره ان انا في يوم من الايام يعني آه زعلت منها الحقيقه لا خالص مم. قلتي في حوار مع الاهرام ولادي بيوجعوني كنتي تقصدي ايه؟ والله شوفي اوقات بتفاجئ بال بال لانه حقيقي مش فاكره يعني انا ممكن اعمل حوار وبجد ما اقراهوش يعني انا لو عارفه كده انغام كانت بقت انذاراتك كتيره <applause> 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 يعني هو هم اولادي بيوجعوني يمكن يكون اكون قلتها بمعنى انه اي ام قلبها بي, بي يعني بيتوجع على اولادها حتى ولو شكتهم شوكه يعني انما انا اولادي مش بيوجعوني الما بمعنى ان هم بيتعمدوا يوجعوني لا بالعكس انا اولادي حنينين جدا اولادي صحابي اكتر منهم ولاد وام يعني علاقتنا علاقه لطيفه الحمد لله قلتي قبل كده كمان انه والدتك الفنانه اعتزلت فنها علشان تهتمي بيكي او عشان تراعيكي. صحيح ده كلامها صحيح هي حكيت لي كده يعني قالت لي ان هي في يوم من الايام كانت تقريبا عندها تسجيل في الاذاعه او حاجه زي كده أنا امي ما خرجتش بره الاذاعه المصريه كتير واذاعه اسكندريه يعني كان ليها اعمال في الاذاعه المصريه واذاعه واذاعه اسكندريه. ورجعت يمكن لقيتني سخنة, سخنه او حاجه زي كده ف يعني دي دي حكايتها دايما يعني ف ما حسيتش انه هي قادره توفق ما بين الشغل وبنتها فاختارت انها تقعد في البيت انغام بتحس انها قادره على ده يعني بتحسي انك قادره تقدمي لاولادك القدر الكافي من الرعايه اللي بتحققوها الحمد لله وعايزه اقول لك طبعا علشان يعني ندي الحق لاصحابه يعني جزء كبير من من سبب ان انا قادره اكمل شغلي وانه يبقى فيه حضن في عدم وجودي او في حاله سفري او في حاله انشغالي حضن امي هو السبب الكبير في قدرتي ان انا اكمل لحد دلوقتي وجودها ربنا يخليها ربنا يخليها لك قلتي انك بتعتمدي في الرقابه على ابنك الاكبر بتعتمدي فيها على زوجك الاسبق والده اللي بتجمعكم المفروض علاقه راقيه حتى بعد الطلاق صحيح. ابنك الثاني الاصغر عبد الرحمن مين بيقوم بالدور ده معاه هو نفس شكل العلاقه مش موجود مع صحيح الحمد لله انه فرق السن ما بين عمر وعبد الرحمن خلى شويه المسؤوليه على عمر في ان هو يلعب هو الدور الراجل في حياه عبد الرحمن اخوه الاكبر اخوه الاكبر سمعناكي بتقولي انه الفنانه الكبيره الراحله ورده الجزائريه وافقت انه صورتك تتحط جنب صورتها على صور نادي ترسانه. صحيح. و وانه اسمك واسمها جنب بعض وما كانش عندها مشكله. صحيح. في ده و... وده كان طلبها. صحيح. انغام تحطي مين من اصوات الجيل الحالي تحط صوره مين جنب صوره انغام؟ شيرين وامل ماهر شيرين وامل ماهر م. انا عاوزه اعرف لا حد يعني مش من الصف الاول م. يعني حد فرق الفرق كبير بينه وبين انغام الفرق كبير في القدرات الفرق كبير في الموهبه في التاريخ والله شوفي بصرف النظر عن التصنيف يعني عشان ما نخشش في تصنيف انا بشوف انه صوت آه كارمن سليمان من الاصوات الحلوه صوت لتست... جميل قوي قوي وتستحق دعم و... وتستحق انها في يوم الايام ان شاء الله تبقى في الصف الاول ان شاء الله من الجوله الاولى للجوله الثانيه انغام الجولة الثانية هل تجرؤ؟ هل تجرؤي على الاعتراف انه عناد انغام هو سبب اساسي في فشل تجاربها في الزواج؟ لا بالعكس انا عنادي كان دايما سبب نجاح في حاجات كتير في حياتي. في علاقاتك الخاصة في حياتك لا الخاصة لا علاقاتي الخاصة ما كانش ليها. ما كانش لا لا ما كانش ليه علاقة بالعند خالص خالص. هل تجرؤي على الاعتراف انك خايفة من معاقبه الزمن احيانا من تكرار ازمتك مع والدك بينك وبين احد اولادك اعوذ بالله لا من عمرها ما هتحصل عمرها ما عدت أوه. على بالك؟ لا 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 اقول لك ليه؟ لان انا كل الاغلاط اللي كانت بيني وبين او في علاقتي بوالدي انا صلحتها يعني او تفادتيها تفادتها تماما يعني عملت العكس خالص فبالتالي علاقتي بولادي متينة الحمد لله جدا الحمد لله هل تجرؤي على الاعتراف انك رفضتي دخول اختك غنوة لعالم الفن خوفا على اسم انغام من اي فشل قد تتعرض لي تصدقي لو لو قلت لك ان انا ما تسألتش السؤال ده عشان ارفض او اوافق اصلا <applause> يعني عمري ما كان ليكي راي ليش علاقه بالموضوع خالص <applause> هل تجرؤي على الاعتراف أن كنت احد المقصرين في حق عمك المتوفي الفنان عماد عبد الحليم؟ بالعكس ده بقى ظلم لانه اه انا كنت الاقرب لعمي الله يرحمه الله يرحمه <applause> كبنت اخ وكصديقه بالعكس كانت علاقتي بيه اه يمكن انا وربنا يعلم حذرت يعني أكثر من مره في انه بعد العيلة عنه أو يعني عدم حرصهم عليه هيكون سبب في إنهم هيفقدوه و... وده اللي حصل الله يعني. يرحمه يرحم. هل تجرؤي على الاعتراف إنك ما وفتيش بوعدك لي إنه في كل ألبوم ليكي هيكون له أغنية؟ لا أنا عمري ما وعدت الوعد ده أنا ما وعدتيش لا, لا, لا 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 لا. ولا لي ولا لحد أنا يعني أنا أنا أتمنى إن أنا أعيد له أغنية أصلاً مش مش في كل ألبوم ليا أعيد أغنية لا بالعكس أنا أحب إن أنا أعمل كده بس ام 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 يمكن مش قادرة يمكن أعصابي أنا بحبه لدرجة إن أنا يعني مش عايز أعيش فكرة إنه مات أصلاً الله <الصحيح> يرحمه الله <Allah> يرحمه <الصحيح> <الصحيح> هل تجرؤي على لم شمل الأسرة السلمانية؟ اسره السلمانيه هي الحقيقه انه حالها احسن بكتير دلوقتي وسبب في ده انه والدي ربنا يديله الصحه هو اللي يعني هو اللي لم الشمل الحقيقه ربنا يديله الصحه أه هل تجرؤي على عمل فرقه غنائيه تحمل اسم سليمانيه زي ما هو كان بيحلم لا هي موجوده بوجوده يعني ربنا يديله الصحه وثلث العمر هي اي حاجه بت بت يعني بتحصل او اي عمل فني بيخرج من عباءه محمد علي سليمان هو احنا بنعتبره عمل سليمان يعني عمل سليمان هل تجرؤي على العمل مع مكتشفيكي في بدايتك زي صلاح فايز مثلا اتمنى مش اتمنى 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 طبعا ليه ما ب... ليه ما بتشتغليش معاه أم... ما اعرفش يعني ما فيش سبب معين اتمنى بالعكس ان استاذ صلاح يعني يكون عنده حاجه ليا اقدمها في الـ في الـ يعني في في الزمن ده بالعكس احب جدا واتمنى طبعا في الزمن ده <applause> عشان احنا بقى لنا يعني زمن طويل ما تعملناش مع بعض مم. هل تجرؤي على ذكر سبب منع اغنيه مش من بلدنا ما اعرفش لا ما كانش ممنوعه ولا حاجه كانت ما كانت منسيه اه اه كانت حاجه و20 سنه كام سنه اه حاجه و20 سنه لانها كانت هقول لك في من وجهه نظري يعني انا ما اعرفش الحقيقه بس يمكن لانها كانت معموله من انتاج وزاره الداخليه وقت ما كان في ارهاب زمان في التسعينات كان معروف جدا يعني احنا مرينا برضو بارهاب كان وقتها يعني قاسي جدا واتعملت وقتها ونزلت وقتها و... وال الظرف خلص فخلصت معاه الاغنيه دايما الاغنيه اللي بتتعمل لظرف معين بتخلص مع بتخلص مع, مع بالظبط فهي رجعت تاني لما لما رجع رجع مع الاسف الشديد هل تجرؤي على التعاون مع اوكا اورتيجا <applause> مش فكره اجرؤ او ما اجرؤش انا ما لقش عليهم <applause> دي ما فيهاش جرأه والله ممكن نسميها ليه جرقة. مش ممكن نشوف انغام بتغني بطريقتها و... 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 واوكا اورتيجا بيغنوا بطريقتهم وعاملين دويتو ممكن. حلو ممكن مش غلط بس جرأة ممكن تبقى جرأة صحيح معاكي حق هل تجرؤي على الزواج من شاب يصغرك ب 10 سنوات؟ انا تزوجت شاب كان اصغر مني بسبع سنوات مش فارقه كتير مش يعني سبعة من <applause> سبعة من عشرة مش كتير <applause> هل تجرؤي على الدخول للمطبخ واعداد طعام لضيوفك؟ صوري دي صعبه <applause> انا عارفه ان دي اكتر حاجه في اللي فاتوا محتاجه جرأه دي محتاجه جرأه بجد بقى يعني اه ممكن اجرؤ بس يعني لو هم اصحابي قوي يعني مش هيخسروني في في الموقف ده لو مش هيخسروني في اللي هيحصل اه بالظبط لا مش, مش سيئه قوي كده انا بعرف اطبخ يعني بس ما بتحبيش ماليش قوي في ما بتحبيش دخول الهوايات يعني هل تجرؤي على الاعتراف انك بتشعري بالضيق من ظهورك في فيلم مقص عم انديل بتتضايق. لا لا مش بتضايق خالص بالعكس طب ليه ناس كتير بتقول انك بتضايقي وانك ما بتحبيش مين لا. مين اصلا يعرف ان انا بتضايق ولا ما خالص بنسال يعني لا والله بيقولوا لا. انك بتضايقي وانك ما بتحبيش عمر ما حد سالني سؤال زي ده بالعكس اطلاقا يعني معقوله حد يتضايق انه ظهر جنب فريد شوقي حتى ولو يعني غنى اغنيه بالعكس <applause> ده معناه انك مش بتضايقي لو قلنا <applause> انك <applause> غنيتي في كورال خلف الفنانة العظيمة طبعا نجاة الصغير صحيح طبعا أو أنا ما غنيتش في الكورال خدي بالك هو إحنا كانوا بيجيبونا من الكونسرفاتوار وإحنا أطفال صغيرين نعمل بلاي باك بس أنا ما غنيتش في الاستوديو يعني مش بصوتي يعني بس بتقفي في ال... اه طبعا اه طبعا وقفت كانت آن الأوان اه صح كانت حاجة لسينا مظبوط <applause> بالعكس دي حاجة تسعدني أنا كنت طفلة و... و يعني كنت اتمنى أن اكون مغنيه فعلا بس احنا كنا بنعمل بلاي باك واللي بيغني المغنيين دول ناس كبار يعني الكورال اللي مغني ده ستات كبار كانوا ساعتها بس هم جابونا احنا عشان شكلنا الزهر يعني تعملوا بلاي, بلاي باك يعني واحنا اطفال من الجوله الثانيه للجوله الثالثه انغام <applause> الجولة الثالثة والأخيرة لمسة أكتاف <applause> لمسة أكتاف هيكون احنا كمان عندنا عد تنازلي بس هيكون خمس ثواني علشان تردي على الجمل بتاعتي تعلقي عليها بأوافق أو أرفض أو استثناء استثناء هتكوني عايزة تشرحي أو تقولي رأيك أو تقولي يعني وجهة نظرك في الموضوع الفنانة إنسانة حرة والزواج بالنسبة لها سجن مش حقيقة ترفضي ترفضي الخطيئة العادية في حياة الإنسان هي في حياة الفنان بتساوي إحدى الكبائر عند جمهوره مش حقيقة برضو ترفضي يعني الخطيئة العادية في حياة أنغام مش ممكن تبقى كبيرة بالنسبة لجمهورها لأنها فنانة مش مش مجرد إنسان عادي يعني مش ممكن حاجات في حياتك تعدي عادي لو ما كنتيش هو مش المفترض انه ان هم يعني يحاسبوني على حياتي الشخصيه. هم. مش المفترض اصلا ان انسان يحاسب انسان اصلا هم. على خطيئه او على وجود بغض نظر النظر أو... عن الحياه الشخصيه او العمليه يعني الغلطه عامه في حياه الفنان ما بتاخدش اكبر من حجمها بكتير؟ بتاخد بس ما هياش هي ده اللي بيحصل ده حقيقه هم. يعني بس هي مش المفروض يكون كده يعني يعني انا ما اعرفش القانون ده مين اللي عمله يعني هو انت شايفه ان احنا قوانين حياتنا كلها معموله صح ما هو مجتمعنا. بقى في زي ما تقولي ايه اعراف يعني يعني بالزبط. بقى العرف جرى انه مم. يحصل كده انا مش مضطر اعيش مع العرف خالص على فكره يعني الخطا السائد عرف ده كان لازم يبقى استثناء ما يبقاش أرفض صح <applause> الصحافه لا تاتي بفضائح الفنانين من فراغ يعني مفيش دخان من غير نار. احنا ليه بنسميها فضائح اصلا؟ كلمة. ترفودي استثناء ايه؟ استثناء, استثناء طبعا لا لازم اتكلم مم. لانه كلمه فضائح دي مش ظريفه يعني. في فنانين آه بينشر ليهم فضائح. لما تبقى فضائح يعني, يعني لما آه. تبقى فضائح فضائح بمعنى الفضيحه يعني في فضائح يعني بتحصل يعني بس مش 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 بالضروره ان كلمه فضيحه دايما تقترن بالفنان يعني. لا طبعا بس احنا بنتكلم هنا عن فضائح الفنانين. مم. الصحافه بتركز عليها احيانا. امم. آه ما ممكن تكون فرق. مختلقه وممكن تكون من وجهه نظر الصحافه انها فضيحه وممكن تكون هي مش فضيحه ولا حاجه ويبقى موضوع عادي. يعني في دخان من غير نار. آه احيانا طبعا. احيانا. مم. المراه العنيده تخسر حروب في حياتها الخاصه. لا ارفض. مش مش بالضروره. المراه العنيده لا تخسر حروب في حياتها الخاصه؟ مش بالضرورة بتكسب؟ أحياناً بتكسب احيانا بتكسب احيانا لما تكسب تكون. نفسها على الاقل نفسها كده ها <applause> المراه المستقله طوق بيخنق الرجل الشرقي تحديدا صحيح. صحيح المراه القويه كابوس بيؤرق الرجل صحيح حقيقي التمثيل سبوبه المطربين في ظل تراجع عائد الحفلات يا ساتر <applause> لا تعترضي طبعا لن اتزوج مره اخرى حتى لا افقد حضانه اولادي مش حقيقه <applause> الزواج السري <applause> انا مش عايزه اتجوز خلاص قفلتي <applause> لا كده زي الفل آه بس دي مش حقيقه لانه في حاجه اسمها بس معلش تاني انه الحضانه دي تتاخد منك في حاله ان انت تكوني ام لا تصلحي انما في حاجه اسمها <applause> انه حتى لو حصل نزاع على الحضانه انه الولد بيتخير <applause> فما فيش حاجه اسمها كده انك تفقدي حضانه عشان اتجوزتي ده ده لا ولا في <applause> ولا في دين ولا في شرع ولا في اي حاجه طب زي الفل بقى ليه زي الفل كده؟ عشان كده الغيم رومانسيه المفروض صح اكتر ما انا عايشه رومانسيه برده جدا <تصفيق> 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 انا مكمله زي فانا ما فيش حاجة كده لطيفة غيرت. اصلا معظمها ممكن يكون بيجي بسبب حب بسبب مشاعرك آه انا اتعلمت من حياتي يعني من 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 حاجات كتير مرت في حياتي مواقف كتير و و... تجارب تجارب انه مش كل حاجه لازم يدخل فيها يعني مش لازم للاخر يعني م. ممكن توصلي لحدود معينه تبقي راضيه مش لازم توصلي للاخر يعني م. يعني ناخد من كل حاجه احلى حاجه وخلاص وحلو كده وكفايه كده الزواج السري لا يخالف شرط الاشهار اللازم لصحه عقد الزواج الشرعي <applause> لانه ما بيبقاش سري لانه مشهر في اوراق الدولة في سجلات الدولة هو ده الإشهار على فكرة الإشهار ان يبقى في بيتك فيه ناس واصحابك عارفين مقربين منك امك ابوكي اخوكي الناس اللي تخصيهم وتخصوكي عارفين انما يعني وكهارب مش بالضرورة خالص يعني ده راجل ولا ضل حيطة مش حقيقة مش حقيقة <applause> شفتي سرعة شفتي جاوبتك بسرعة ازاي يعني مكررها يعني اه لا ده الحيطة كويس أنا. فيه. لا استبعد آه زواج عز من زينة ماليش علاقة بقى بالموضوع ده وما تسألينيش أسئلة ماليش فيها استثناء الغناء الديني سبوبة في دخول شهر رمضان لا أرفض ترفضي <applause> فدرة ساعدتني في تطوير اختياري لملابسي <تصفيق> مين؟ <تصفيق> توافقي ترفضي استثناء قولي أرفض أرفض ترفضي بيجيبوا الكلام ده منين؟ هي قالت كده شيرين المطربة المصرية الأكثر قربا من الناس توافقي تعترضي استثناء لا أوافق طبعا أرفض التعامل مع شركة عالم الفن أرفض <applause> ترفضي أنغام الضربة القاضية ده سؤال مكتوب في ورقة هتقريه وتقوليلي لي أسأل ولا تنسحبي بس لو هسأل يبقى هتجاوبي <applause> لا ما ينفعش تسأل سؤال زي ده لأنه خلاص يخص حد ما. يخص حد ويخصك وفي اسم حد يخصني وفي اسم حد وما يصحش طبعا م. سؤال زي ده يحسب خالص مطربه انغام كنتي ضفتي شكرا على حضورك نورتينا الله يخليك مشاهدينا شكرا على المتابعه تحياتي منى عبد الوهاب